وبالعودة إلى خبر تميز مملكة البحرين بتاريخها العريق وحضارتها الغنية وبحضورها المشرف وسط الحضارات الإنسانية كمركز للإشعاع الثقافي والفكري، يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار. أهلا بك من جديد معالي الشيخة مي، وكنا قد سألنا عن الدعم المباشر لجلالة الملك المفدى لهذا القطاع الثقافي، كيف تختصرون هذا الدعم؟ على دوام جلالة الملك المفدى هو الداعم الأول للثقافة، وهو من وضعها في مكانتها اللائقة. كما تعلمين قبل سنوات كانت الثقافة قطاعا من ضمن قطاعات وزارة الإعلام، ولكن في عهد جلالة الملك تكرس وحضورها وتفعيل دورها الأساسي في كونها وزارة ومن ثم هيئة، والآن هناك الكثير من المنجزات التي شهدتها البحرين في هذه الفترة، أبرزها البنية التحتية للثقافة وللسياحة المستدامة. كما تعلمين حقق مشروع المسرح الوطني بدعم مباشر من جلالة الملك المفدى، وكما تعلمين على مدى سنوات تكرست المنامة عاصمة للثقافة العربية وللثقافة وللسياحة العربية وأيضا للثقافة الإسلامية. كل هذه المنجزات تمت في عهد جلالة الملك، إلى جانب أبرزها وهو تسجيل مواقع التراث الإنساني العالمي. تسجلت 3 مواقع للتراث الإنساني العالمي، وكما تعلمين تسجيل موقع لا يتحقق بسهولة، هناك شروط لا بد من استيفائها وهناك متطلبات. تحققت 3 مشاريع وهناك 3 مشاريع قادمة. كما تأسس في عهد جلالة الملك المفدى مركز إقليمي من قبل اليونسكو وحكومة البحرين، يعتبر فئة ثانية يخدم جميع الدول العربية ومواقع التراث الإنساني في هذه الدول، يعمل على دعمها، يعمل على ترشيحها، ترشيح مواقعها وإبرازها بالشكل الأكمل، وإرسال الخبراء. أيضا لدينا مجموعة من الخبراء يستعين بهم العالم العربي والعالم أجمع من أفضل الخبرات الموجودة في العالم، موجودة هنا في البحرين تقدم خدماتها. ما كان يتحقق كل ذلك لولا الدعم الكريم والسخي من جلالة الملك وإيمانه بأن الثقافة هي ما يميز البحرين، إرثها الحضاري ودورها المستقبلي. نعم معالي الشيخة، رغم تحديات الجائحة العالمية هذا العام، إلا أن مسيرة الثقافة في البحرين استمرت وتواصلت، ونسجل إعجابنا وتقديرنا لكم في هذا الجانب. كيف تنظرون إلى تواصل المسيرة الثقافية خلال العام المنصرم؟ دوما نقول الثقافة فعل مقاومة، لم تتوقف الأنشطة الثقافية والمهرجانات. كما لاحظتي أو شارك الحضور خلال صيف البحرين لم نتوقف، واستمرت ورش العمل واستمرت ولو عبر هذه الوسائل المستحدثة عن بعد، لأنها كانت مستمرة. كذلك مهرجان الموسيقى جاء في موعده وجاء في موقع تراث إنساني عالمي عبر الاحتياطات الموجب اتباعها لتجنب هذه الجائحة التي عمت الكون، وكانت فرصة التعامل مع الأدوات الجديدة أو الأساليب المستحدثة. كان مهرجان الموسيقى في موقع قلعة البحرين، وكان الحضور يحضرون بسياراتهم، وكانت البهجة والفرحة تصل إلى كل بيت عبر المشاركات والمسابقات التي أطلقت، إلى جانب المشاريع الحيوية الإنشائية التي اكتملت في هذا العام. هذا عام من أصعب الأعوام على العالم أجمع، وليس على البحرين أو على الثقافة بشكل خاص. في هذا العام تحققت منجزات أساسية. كما تعلمين نعمل على مشروع طريق اللؤلؤ، وهو أكبر متحف مفتوح. في هذا العام تحقق إنجازين في هذا المشروع: الجسر الذي يربط قلعة أبو ماهر بقلب المحرق ويصل إلى بداية مسار اللؤلؤ، لكي يكمل الجميع مسارهم إلى أن يصلوا إلى متحف اللؤلؤ. تحققت الكثير من المشاريع، وفي كل جزء من هذا الوطن الجميل لدينا احتفالية بمشروع جديد. ربما أطلقنا أيضا المشروع الذي كنا ننتظره منذ سنوات. تعلمين أن الصناعة والحرف هي أساسية وهي جزء من هوية هذا البلد. مصنع بني جمرة سيتم افتتاحه في 23 من هذا الشهر، إلى جانب جسر، إلى جانب القسم الجديد من سوق القيصرية التاريخي وهو جزء من مسار اللؤلؤ.
كل هذه المشاريع تحققت بدعم مباشر من جلالة الملك المفدى، وأيضا استمرت وأعطت منتوجها وتكرست كمواقع أساسية تزار وتقري زائر البحرين أو المواطن. نحن في هذه الجائحة دائما نقول لنصل إلى مواقعنا لكي نتعلم ما هو تاريخنا ولكي نستمتع بما نملك. نعم. بالمناسبة فرصة لكي نقول لمن يتابعون أنشطة الثقافة أن هناك 5 ليالي متتالية تحت عنوان ليالي المحرق، تبدأ من مسار من قلعة أبو ماهر وتصل إلى قلب المحرق إلى متحف بيت سيادي الذي لم يكتمل إلى الآن، ولكن هناك 14 ساحة مكتملة، هناك مواقع اكتملت. على مسار هذا الدرب ستكون هناك فعاليات وأنشطة وحرف تعرف بهوية البحرين وبالمنتج المحلي الذي نروج له. وفي يوم العيد الوطني كلكم مدعوون إلى مركز الجسر الحرف، حيث ندشن صنعة البحرين ونفخر بالأيادي التي عملت وبالشباب الذين أعطوا حياة أخرى ونوعية مختلفة لهذا المنتج المحلي. نعم. الذي ربما كان يعني تقليديا تم تطويره، وكلكم مدعوون للاحتفال معنا بالعيد الوطني. نعم. وبما صنع في البحرين. نعم، معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار، شكرا جزيلا لك.